مع التطور اللي عم نشوفه حاليا بوسائل الإعلام، بنفس الوقت لازم يكون في تطور رديف له اللي هو بأدوات وتدريب الإعلاميين على على كيفية صناعة الأخبار، كيفية صناعة التحقيقات وما إلى ذلك، وخصوصا بظل هذا العصر الجديد اللي عم نعيشه من الإعلام. أكيد سلمى عم نشوف تطور كتير كبير، فينا نقول عم نحاول قد ما فينا نواكب هذا التطور. اليوم عم نشوف فعليا حتى يعني فينا نقول عملية التأهيل والتدريب مع تطور العصر باتت مختلفة. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الأستاذة هناء ديب، مديرة معهد الإعداد الإعلامي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، يا هلا. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يعني كثير اوقات بنسمع انه فلان رايح يعمل دوره بمعهد اعداد التدريب الاعلامي، فانه هي الدوره موثوقه وانه هي الدوره جيده لانه هذا المعهد معروف وهو قديم وفي له اسس ودرب الكثير من الاعلاميين الموجودين حاليا والاعلاميين بالسابق. خلينا نتعرف على اليه عمل معهد الاعداد الاعلامي قبل ما ندخل بالتفاصيل. صباح الخير، اسمحي لي بالبداية أعطيكي فكرة بسيطة عن معهد الإعداد الإعلامي. هو من المؤسسات الإعلامية التدريسية اللي أسست من سنوات سابقة طويلة، من فترة الستينيات، وتخرج من خلاله كوادر إعلامية معروفة بالوسط الإعلامي سواء بالصحف أو بالإذاعة والتلفزيون، خبرات إعلامية طويلة. كانت خريجة معهد الإعداد الإعلامي اللي كان هو معهد تدريسي يدرس الإعلام لمدة عامين، ولكن لاحقا بعد إحداث كلية الصحافة في كلية الإعداد جامعة دمشق، وفترة لاحقة أيضا أحدثت كلية الإعلام، فالصفة التدريسية عن المعهد توقفت باعتبار صار في كلية إعلام هي تخرج خريجين إعلام هيك. فالمعهد توجه بالألفينات تقريبا لدورات تخصصية، وهذا التوجه كان خطوة جيدة بهذا المجال، لأنه أنت كنت بمس الحاجة للتدريب الإعلامي العملي لأي حدا عم يكون بمؤسسة إعلامية أو خريج كلية الإعلام. صحيح. تعرف يمكن خلال فترات الدراسة بكلية الإعلام الطابع النظري بيغلب بشكل كتير كبير على بشكل كبير على أساساً. نعم، للأسف بيغطي الجانب الأكبر. نعم، بيغطي الجانب الأكبر من العملية التدريسية، والجانب العملي بيكون بكتير جزء بسيط منه. المعهد حالياً عم بيكون عم بيلبي من سنوات سابقة وحالياً طبعاً مع تطور الإعلام ومع التوجه الجديد لدور وأداء لدور وعملي دور المعهد خلال الفترة الحالية، هو يكون إنه يتولى عمليات الدورات التخصصية الداعمة للإعلاميين، ولكن هذه الدورات تكون ذات طابع عملي أكثر من ذات طابع نظري، وهذا الشيء متاح بالمعهد الإعداد الإعلامي حاليا اللي ضمن خطته التدريبية للعام الحالي والسنوات السابقة. هناك عناوين إعلامية كثيرة طرحت، جانب التحريري فيها إعلاميا والجانب الفني عم يكون اتباعا هذه الدورات تنفذ في المعهد. وحاليا طبعا الداعم الأكبر صار للمعهد هو وجود استوديو إذاعي تدريبي تلفزيوني تابع للمعهد، في تجهيزات متكاملة تضع في خدمة الكادر الإعلامي في مؤسساتنا الإعلامية وكل من يرغب بتطوير مهاراته وتقنياته الإعلامية. فعم يكون الاستوديو إضافة للقاعات التدريبية بالمعهد هي داعمة بهذا المجال للدورات الإعلامية بجانبها العملي أكثر منها بجانبها النظري. مهمة أستاذة هناء، رح نوقف عندها شوي. لما نقول قلنا ببداية حديثنا لخريجين طلاب الإعلام، نحن بنعرف يعني مثل ما قلنا انه هو غالبا بالجامعة اغلبه نظري، وبتلاقي الشباب متحمسين شوي على ارض الواقع، الموضوع مختلف والبيئة. صحيح. مختلفة. صحيح. والبلد بيلعب دور وظروف قاسية اساسا اللي مرينا، والتقنيات الحالية بالتطور الإعلامي الكبير، والتطور الإعلامي ونحن اساسا بحصار. يعني حتى اذا بدنا نستقطب معدات إعلامية حديثة عندنا مشاكل جدا كبيرة. صحيح. خلينا نقف عند هي النقطة بالمعهد الإعداد الإعلامي، قديش فعليا بهيئ طلاب؟ يعني قلتي هلا مزود باستديو. نعم. في يتدربوا قديش فعليا فيه يثقل كل اللي حابب فعليا يعمل دور التدريب؟ نحن عم نقول مو فقط تدريب، في فرق بين التدريب والتأهيل. صحيح. انا تدريب وتأهيل. صحيح. صحيح. اللي حابين فعليا يخوضوا مضمار الإعلام اليوم.
هلا دور المعهد ما بيتوجه فقط، مع انه جزء منه انه بيتوجه لدعم الجانب العملي طلاب كليه الاعلام بموجب الاتفاقيه الموقعه بين وزاره الاعلام وجامعه دمشق، انه يكون هالطلاب هدول الجانب العملي بكل المحاور التدريسيه اللي عم ياخذوها يطبق في معهد الاعداد الاعلامي ومن خلال الاستوديو الاذاعي التدريبي والتلفزيوني التابع للمعهد، ولكن ايضا في المؤسسات الاعلاميه كما تعلمين هناك نقطه ضعف في القطاع التدريبي. صحيح. فينا نقول لغالبيه مؤسساتنا الاعلاميه حاليا هي المؤسسات هي نفسها ادركت هذه نقطه الضعف وبدات العمل على تطويرها وتوجيه الكوادر العامل فيها كلهم في مجال اختصاصه ليتبع دورات تخصصيه تعزز المهارات الموجوده عنده. مثلا بالتحرير انا تخصص في مجال التحرير الكتابي، فبتخصص في بعمل دورات تخصصيه عمليه في مجال بالتحرير بالعناوين الفنيه المونتاج التصوير الاخراج المراسل التلفزيوني التقديم الاذاعي والتلفزيوني، كلها هي عناوين مهمه موجوده حاليا عم نشتغل فيها سواء بالتلفزيون والاذاعه ولا بالاعلام الالكتروني. وبتعرفي حضرتك حاليا مؤسساتنا الاعلاميه الصحف توجهت حاليا للاعلام الالكتروني. صحيح. فهناك اليه عمل جديده مختلفه وادوات عمل جديده مختلفه يجب ان يمتلكها الاعلامي حتى يكون قادرا على ايصال يعني فكرته او مادته بطريقه جاذبه وتخلي المواطن او القارئ او المتابع التلفزيوني او الاذاعي او القارئ انه يكون يتلقفها بطريقه كثير جيده يعني او يتجاوب معها بطريقه جيده. فمشان هيك الدورات الاعلاميه عم تنفذ بالمعهد هي لا تقتصر كما قلنا على طلاب كليه الاعلام انهم هم يشكلون جزء هام، هيك قلنا تدريب وتاهيل. نعم يعني. تدريب وتاهيل نحن داعمين لهم بالجانب العملي، الجانب النظري عم يغطى بالكليه بشكل كثير كبير. فالتوجه حاليا باشراف طبعا ومتابعه من وزاره الاعلام انه لا نحن نكون داعمين لهم بالجانب العملي، وايضا كما قلت هناك الدعم الاكبر لمؤسساتنا الاعلاميه والكادر الاعلامي اللي عم بيكون ايضا بحاجه كثير كبيره للدورات التدريبيه التخصصيه كلهم في مجاله، لانه انت كل يوم في عندك عناوين جديده تطرح في الاعلام، فالمواكبه التدريبيه بهذا القطاع التدريبي يفترض تكون بشكل ايضا يومي. واظن المؤسسات الاعلاميه ادركت هذا الموضوع وحاليا عم تشتغل صار ضمن خططها وموازناتها الاستثماريه في تخصيص مبالغ ماليه لدعم القطاع التدريبي ودعم هالكوادر الاعلاميه الموجوده لديهم. نعم استاذه هنا ايضا يعني نحن بهذا الوقت اللي نحن موجودين فيه مثل ما حكينا بدايه الحديث صار في كثير اماكن بتعمل دورات تدريبيه للاعلاميين، بعض منها مرخص بشكل نظامي كمراكز تدريب، وبيكتبوا باعلان اي دوره انه رح يحصل بنهايه الدوره المتدرب على شهاده من وزاره الاعلام مرخصه من وزاره الاعلام. معروف انه معهد الاعداد الاعلامي طبعا كهيئه فاكيد الشهادات رح يحصل عليها المتدرب حتكون تابعه لوزاره الاعلام طبعاً. ولكن السؤال هل فقط من يستطيع الدخول على معهد الاعداد التدريب الاعلامي هن طلاب كليه الاعلام والاعلاميين، ولا اي شخص بيقرا عن دوره انتم حاطينها حتى لو ما كان اعلامي ولا كان مجاله بيقدر يدخل ويقدم ويستفيد؟ لا طبعا دورات معهد الاعداد الاعلامي لا تقتصر فقط على طلاب كليه الاعلام وعلى الكادر الاعلامي او خريجي كليه الاعلام او من يمارسون الاعلام، هناك اختصاصات مرتبطه بشكل كثير كبير بالقطاع الاعلامي وهدول بحاجه ايضا لتطوير امكانياتهم ومهاراتهم وعملهم وادائهم من خلال هي الدورات. فالدورات المنفذه بالمعهد لا تقتصر كما قلت على كل من يرغب بتطوير هي الامكانيات، وفي ناس عندهم شغف بالاعلام. صحيح. عندهم شغف وبيحاولوا من خلال هذا الشغف يمتلكوا الادوات الجيده تمكنهم من العمل بطريقه صحيحه باي مجال بالمجال الاعلامي سواء التلفزيوني او الاذاعي او حتى الاعلام اساسا. الميديا صارت جزء اساسي من حياتنا طبعا، ولا تنسي انت عندك صفحات التواصل الاجتماعي صار لها تاثير كثير كبير، فالعمل فيها وتنظيم العاملين فيها واتباع لحتى يكونوا قادرين على إدارة هذا المحتوى بهي المواقع وهي الصفحات بطريقة صحيحة تخدم البلد وتروج لأي وزارة أو لأي موضوع لأي ملف بطريقة صحيحة وتحريرياً عم بحكي وحتى تقنياً. فيفترض هذا الموضوع يكون متاخذ بعين الاعتبار أنه لا الدورات تبعيتنا نحن لكل حدا بيرغب أنه يكون عنده دور، بس أكيد نحن كأحد الشروط الموجودة عنا أنه لا يكون أقل من شهادة ثانوية، لأنه انت بتعرفي العمر هون بيتيح مجال لهذا الشاب او لهي الصبيه انه
انه يستمر ويتابع ويطور مهاراته بشكل اكبر. وشهاده المعهد كما قلنا هي شهاده مصدقه من وزاره الاعلام، والمعهد الاعداد الاعلامي هو المعهد الوحيد الحكومي يعني اللي يتم العمل فيه باشراف ومتابعه مباشره من وزاره الاعلام، وتصدق الشهاده وتساهم مثل ما قلنا. هلا الشهادات عم تمنح من عديد من المراكز، والمجال او القطاع التدريبي بسوريا حاليا صار في كثير، بنسمع يوميا بالمركز الفلاني عم يعطي دورات وعم يعطي شهادات وكذا. 15 يوم انا ما عندنا مشكله انت بهذا الموضوع، المشكله الوحيده هي الامال يمكن تنعطى اكبر من اللازم لكل مين عم يتبع، انه انت بهاللحظه بعد هالدوره هي مثلا ممكن تصير صحفي، ممكن تصير مذيع، ممكن تصير مصور. لا، العمل بالاعلام بده مراحل وبده تطوير. لهيك يختلف المعهد الاعداد الاعلامي طبعا يعني أكيد. كل الدورات التدريبيه لانه عم نشوف 27 ساعه 16، نحن صلنا سنوات بتلاقي بعدك صحيح. لازم كل يوم بحاجه لتطوير ضمن المجال الاعلامي. بس خلينا نحكي سؤال الاخير بالختام لانه الوقت داهمنا، قديش فينا نقول المعهد الاعداد الاعلامي اليوم بيحس عليه مسؤوليه يعني كثير كبيره ضمن هذا التطور التكنولوجي حتى التقني في مجال الاعلام، ومع فينا نقول السوق صار سوق تجاري فينا نقول للدورات التدريبيه. صحيح صحيح. فهون بتكون الجهود مضاعفه، المسؤوليه اكبر، حتى لانه الدورات التدريبيه اللي بتقوموا فيها في اوقات فترات زمنيه جدا طويله، ما انها دوره قليله ب 16 ساعه ب 20 ساعه طبعاً. انت بتكون احيانا بنسمع انه مثلا خمسه بواحد فيك اعداد وتحرير وتقديم للأسف ومونتاج. للاسف يعني هي فوضى بالقطاع التدريبي نحن عم نعيشها حاليا، واظن خلال بموجب قانون الاعلام الجديد ان شاء الله سنراه يرى النور قريبا، هذا السوق التدريس سيتم تنظيمه من خلال مواد خاصه بالقانون. ولكن ما يهمنا بالنسبه نحن لنا بالمعهد الاعداد الاعلامي انه في نحن كجهه، نحن جهه موثوقه، وانت لما عم تتبع اي طالب او اي حدا عنده شغف او زملائنا بالمؤسسات اللي مدورات عنا فعم يعرفوا في ثقه كبيره انه الدوره في كادر اساسي. طبعا في كادر، وانت لا تنسي نحن عنا ما في في سويه معينه مو بس للطلاب او شروط للطلاب، نحن عنا سويه للمدربين صحيح. يعني يكون عنده باع طويل بالمجال التدريبي، على تماس مباشر على كل عمليات التطوير عم بتصير، شهادات يعني نعم. اللي عم نشوف اي طبعاً. مذيع ببعض المراكز بيطلع بصير هو اعلامي يقتدى به علما انه ممكن يكون خبرته لا صحيح ما نكف انه هو يدرب. قد يكون امتلك انا او انت انه عندنا عم نشتغل بالاعلام، ولكن التدريب مختلف كليا، ايصال المعلومه للاخر بده ادواته، بده خبرته الطويله، بده مهاره خاصه. فالمعهد عم يكون موقع ثقه او محط ثقه بالنسبه لكثيرين، مشان هيك عم يكون في الالتزام بالحضور له واتباع الدورات الخاصة فيه. وأنا من خلال شاشة الإخبارية السورية بحب كمان أقول أنه إحنا في توجه حاليا من خلال المعهد للاقتصار، لأنه ما نقتصر بدوراتنا على الإدارة المركزية، إنما التوجه للمحافظات كافة وزملائنا اللي هنيك، وهن في كوادر كبيرة كتير وأيضا بحاجة لتدريب مستمر، ونحن تحت رغبتهم وحرصة من المعهد للتوجه لهم هالدورات إن شاء الله خلال الأشهر القادمة. فترة قريبة جدا رح يصير في دورات بالمحافظات السورية إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لكم. شكرا كثير. يعطيكم العافية أستاذة هناء أديب مديرة معهد الأعداد الإعلامي، أكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا. شكرا لكم. التوفيق فعليا مسؤولية مثل ما قلتي كبيرة صحيح. وأكيد أنتم قدها. شكرا كثير. شكرا كثير. شكرا لكم. يعطيكم العافية. شكرا.